السلام عليكم ورحمة الله، يا هلا والله فيكم وسنة خواتي، حياكم الله من جديد في جديد. بإذن الله راح أصلح معكم اليوم صينية دجاج بالفرن بنكهة فلسطينية. راح نصلح محمر دجاج بالبصل. لتحضير الصينية عندي 5 بصلات حمراء حجم كبير قطعتها شرايح بهالشكل، عندي دجاج بالعظم مغسول ومشطوف موية باردة وشرايح ليمون أو نقطة خل. للتوابل عندي بهارات مشكلة، فلفل أسود، راح أكتب لكم البهارات كاملة، كمون، كزبرة، عندي سماق، عندي دبس رمان، عندي زيت زيتون وعندي ملح. وأول خطوات راح نفرش البصل في الطاوة، وفي طاوة الفرن راح ننزل البصل. الدجاج راح يستوي على موية البصل، ما يحتاج نضيف أي موية أو سوائل. بالبصل راح يستوي عندنا الدجاج، نصف قطع الدجاج وبعدين ننزل عليه كل التتبيلة. راح نحط أول شيء زيت زيتون كمية وفيرة، تقريبا نص كوب كبير، وراح نضيف السماق. إذا عندكم سماق بلدي بعد ألذ. والتوابل راح اكتبها لكم، طبعا دبس الرمان نوعية ممتازة، اكيد ما ننسى الملح، ملح راح نمزج كل المكونات مع بعض تشرب التتبيلة البصل والدجاج، وبعد كذا ندخلها على فرن مسبق التسخين. هنا عندي الدجاج راح نمزجه عشان يشرب التتبيلة مع البصل والتوابل. وبعدين نفرشه تمام وندخله على الفرن. راح نقصر الحين الدجاج وندخله الفرن مسبق التسخين لمدة ساعة من تحت وفوق، وبعد كذا نكشف عليه نحمره ونقدم مع رشة كزبرة وصنوبر. وعلينا وعليكم بالعافية. بجهز مع صينية الدجاج رز بالشعرية، حطيت زيت، شعيرية مكسرة، راح أحمسهم لحد ما يتحمرون. هالشركة يا بنات من الشعيرية لذيذة وخفيفة مع الرز، اسمها الوطنية، تجي مكسرة مرة حلوة مع رز الشعيرية. تحمرت الشعيرية وصلتها اللون، نحط عليها الرز. لحد ما تغطي وجه الرز، نضبط الملح وخلاص. نار عالية 5 دقايق ونقصر النار 10 دقايق، راح يكون رز الشعيرية جاهز. هذا رز الشعيرية ما شاء الله جاهز. هنا عندي الدجاج أخذ ساعة بالفرن، خلاص شايفين كيف تكرمل البصل. راح أفتح عليه أكشف عليه القصدير وأخليه يتحمر، خلاص يقدم. جهزت سلطة فتوش لذيذة وسهلة. عندي خيار، طماطم، وخس، ونعناع، وشوي بصل أخضر، وفجل، ورجلة حسب رغبتكم في إضافة الرجلة، لكنها حلوة وغنية بالحديد وحلوة مع الفتوش. خبز مقلي، زيت زيتون، ودبس رمان، وعصير ليمون، ونعناع مجفف، وسماق، ورمان. هذا الصوص جاهز،
والخضرة جاهزة والخبز جاهز على صحون التقديم. نضيف الرمان وهذا الفتوش جاهز. هذا الصوص جاهز، وقت التقديم يسكب عليه. علينا وعليكم بالعافية. هنا محمر الدجاج جاهز، شايفين كيف؟ نحطه على طبق التقديم. ان شاء الله يا ريحته تفتح النفس. رز اليوم باب الهند مغسول ومنقوع نص ساعة قبل الطبخ عشان تجي الحبة نثرية وبيضة تفتح النفس. رشة من الكزبرة، شوية صنوبر محمر، شوية من حبات الرمان.